عيد سعيد. عيد الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، كل عام وأنتم بألف خير وصحة وأمان وسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى جميع المسلمين باليمن والبركات والخير والأمان والاطمئنان. أشكر قناة الشروق لاستضافتها لي في هذا البرنامج، برنامج كبسولة صحية لتوضيح بعض النصائح والإرشادات، وبمناسبة هذا عيد الأضحى المبارك وكل الناس والأطفال والصغار والكبار مبسوطين بتحضير الضبيحة وتحضير اللحمة وجرد الشربوت أو جك الشربوت. صراحة أو حقيقة في مشكلة صحية أصبحت شائعة بين الرجال والنساء والكبار والصغار، وهي مشكلة زيادة الوزن والسمنة المفرطة. المشكلة الرئيسية أو السبب الأساسي في السمنة أو زيادة الوزن اللي هي النظام الغذائي الخاطئ. بعض الناس أو كثير من الناس أصبحوا بيتناولوا الدهون المشبعة بطريقة مفرطة تفوق احتياج الجسم لها، يعني الكبار والصغار والشباب والشابات خاصة في الجامعات، حتى الصغار بيجوا أصبحوا يعتمدوا على الوجبات الغذائية اللي هي من المحلات الخارجية أو المطاعم الخارجية، وهي بتحتوي على نسبة عالية جدا من الدهون المشبعة، وأيضا تناول السكريات والنشويات بطريقة تفوق احتياج الجسم لها. المشكلة اللي بتسبب لنا الدهون اللي هي بيحصل تراكم للدهون على الجدار الشرايين، مما يسبب انسداد في جدار الشريان، وأحيانا المشكلة بتاعت انسداد الشريان ممكن تسبب سكتة دماغية أو أحيانا تؤدي إلى الوفاة، بالإضافة للأمراض الصحية الأخرى اللي هي ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة السكر في الدم، وأمراض القلب وتصلب الشرايين وبعض الأمراض الأخرى. من أجد أيضا في تناول السكريات والنشويات أيضا هي بتتحول لدهون بتتخزن تحت الجلد، وهي أيضا بتؤدي للسمنة وزيادة الوزن. بعض الناس يقول لك أنه بعد السن المتأخرة بيحصل له ارتفاع في نسبة الكوليسترول ويظهر عنده مشكلة بتاعة تصلب شرايين ومشكلة بتاعة القلب. صراحة الحكاية هي بتبدأ من سن الصغر، اللي هي تناول الأطفال لكمية كبيرة جدا من السكريات والنشويات، وأصبحت أيضا عدم الحركة وممارسة الرياضة والمشي، دي كلها مشاكل بتأدي إنه ما بيحصل حرق للدهون والسكريات اللي بتدخل الجسم، فبالتالي بيكون هي فيها زيادة أو عبء على الجسم، مما يؤدي لزيادة الوزن والسمنة المفرطة. بما أن الناس الآن بتحضر لي إن شاء الله ذبح الخروف وتحضير اللحمة والفرحة والتجهيزات، في بعض المعتقدات الخاطئة في تحضير اللحمة اللي هي الطريقة الخاطئة في تحضير اللحمة. بعض الناس بيعانوا من مشكلة بتاعة عسر هضم أو انتفاخ أو ضيق بعد تناول وجبة من اللحمة. السبب في هذه المشكلة اللي هي الطريقة الخاطئة لتوضيب أو تحضير اللحمة أو طريقة طهي اللحمة. بعض الناس بيخطوا اللحمة على نار عالية جدا ودرجة بتاعت حرارة عالية أو لفترات زمنية طويلة. الفترة الزمنية الطويلة أو درجة الحرارة العالية بتعمل على تفكك روابط الأحماض الأمينية، مما يؤدي صعوبة في هضم اللحمة وأيضا بتفقد القيمة الغذائية لها. بعض الناس بيحبوا انه يشوي اللحمه ويقول لك انه الشحوم البيضاء والدهون البيضاء بتخلي اللحمه لها مذاق مميز وجميل ولذيذ، وبيحصل لها انضاج سريع جدا على الفحم او على الجريل. صراحه المواد الدهنيه البيضاء او الشحوم البيضاء انها بتسبب مواد مسرطنه، انه لما هي يحصل لها اذابه على الجريل او على الفحم دي هي هنا تتكون المواد المسرطنه وتسبب حمانا الله اللي هي مشكله السرطان فيما بعد. الطريقة الصحيحة لتوضيب اللحمة أو لتجهيز اللحمة، دائما نبهر اللحمة أو نجهزها قبل ما نخطها على النار أو على الفحم أو على الجريل في حالة الشوي اللي هي قبل الموعد بساعة. تتبهر بالبهارات العادية بالإضافة إلى إضافة قليل من الخل أو قطرات الليمون.
الميزة بتاعت قطرات الليمون أو الخل اللي هي بتعمل على تليين روابط الأحماض الأمينية، فبالتالي بيسهل هضم اللحمة. بالإضافة أنه دائما نأخذ اللحمة على نار هادئة وما تكون لفترة زمنية طويلة حتى ما تفقد القيمة الغذائية لها أو يحصل عسر هضم أو يحصل انتفاخ أو ضيق للإنسان اللي بتناولها بعد ما تنتهي من الطهي. بالنسبة للأشخاص اللي بيحبوا اللحمة عن طريق الشوي، يفضل انه دائما يحصل قشط تماما لكل الدهون البيضاء والشحوم البيضاء حتى نتمكن من تناولها بطريقه صحيه ما تسبب مشكله سرطان في ما بعد. هتكلم عن بعض النصائح والارشادات بصوره عامه لكل الناس. حقيقة الأم والأخت والابنة والزوجة هي مسؤولية تامة عن صحة أسرتها، هي اللي بتجهز دائما الأطباق وهي بتجهز الصينية وهي بتجهز السفرة لأسرتها، فهي مسؤولية عن تجهيز الوجبات الغذائية أو الأطباق الموجودة على الصينية أو على السفرة، تحرص إنه دائما يكون موجود صحن السلطة الخضراء. السلطة الخضراء تحتوي على عناصر غذائية ممتازة جدا ومفيدة للجسم جدا، تحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية التي تساعد على حماية الجسم من الأمراض، أي هي بتقوي جهاز المناعة، بتحافظ على نضارة البشرة وأيضا ترطيب الجسم، وأيضا بتحتوي على نسبة عالية جدا من الألياف. فائدة الألياف أو ميزة الألياف إنها هي الإنسان لما يتناولها بتملأ المعدة، فبالتالي الإنسان لما يتناول أي طبق بعد السلطة الخضراء ما بيتناول كمية كبيرة لأنه بيشعر بالشبع. أيضا من فوائد الألياف إنها تحتوي دائما على العناصر أيضا الغذائية، وبالتالي إنها بتمنع عسر الهضم وبتمنع الانتفاخ وبتقلل من حدوث الإمساك. فدائما بنحب انه دائما السلطه الخضراء تكون بدون اضافه دكوة او اللي هو الفول السوداني المسحون او زيت السمسم، دائما تكون فيها قليل من الملح وقطرات من الليمون. وايضا بننصح ايضا بتناول الفواكه بكميه كثيره ايضا تحتوي على الفيتامينات والاملاح وايضا الالياف. بعض الاشخاص اللي بيعانوا من امراض القلب وتصلب الشرايين ومرض النقرس او الجاوت وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، أيضا يمكن تناول لحم الفخذ أو الرقبة أو الظهر في الخروف لأنه هم أقل الأعضاء في الخروف نسبة في الدهون مقارنة بالأعضاء الأخرى مثل القلب والكلى والمخ. وأيضا من الأعضاء الموجودة في الخروف اللي لها قيمة غذائية عالية، ونتمنى أنه كل الأمهات يقدموها للأطفال في هذا العيد، اللي هي المخ. مخ الخروف أول حاجة أنه هو سهل الهضم وله قيمة غذائية عالية جدا، بيحتوي على فيتامين دي وعلى الفسفور وعلى الكالسيوم، والثلاثة عناصر دي لهم دور جميل جدا ودور فعال في تقوية العظام وبناء العظام والمحافظة عليها. وأيضا بنجد أنه لحم الخروف بيحتوي على نسبة عالية جدا من الحديد، وهو بيفيد في أنه بيزيد كريات الضمة الحمراء مما يؤدي لارتفاع نسبة الهيموغلوبين، أي أيضا بيقي من أمراض الأنيميا. وايضا له دور فعال لحم الخروف انه بيحتوي على ايضا كريات الضمه البيضاء بانه بيزيد مكوناته مما يؤدي الى علاج بعض امراض الجسم ويقوي جهاز المناعه ويعالج من الامراض والالتهابات. وايضا بننصح بعدم اضافه الزيت بكميه كبيره او الافراط في اضافه الزيت للحمه، لانه اصلا اللحمه هي عباره عن دهون، فاضافه الزيوت او اضافه الدهون على اللحمه وكثره الشحوم البيضاء عليها، في بعض الناس بيحبوا انه يقول لك اللحمه لازم يكون عليها الشحم الابيض او الدهن الابيض، دي كلها عباره عن دهون مشبعه بتترسب على جدار الشرايين، وايضا بتسبب عسر هضم وبتسبب ضيق للانسان بعد ما يتناولها. فمنتمنى انه اضافه انه الزيت يكون بكميه قليله جدا جدا سواء كان على اللحم او سواء كان في طهي الطبيخ. بالاضافه الى انه دائما الدهون البيضاء والشحوم البيضاء يتم قشطها تماما من اللحمه لحفاظا على صحه الانسان. بالاضافه لانه اضافه السكريات والنشويات نجد انه دائما الناس بتتناولها بكميه كبيره جدا وبتكون فائقه عن احتياج الجسم لها، وايضا هي بتسبب ارتفاع نسبه الدهون في الدم لانه بتتحول لترايجلسرايد وايضا هو نوع من انواع الدهون فيما تؤدي للسمنه وزياده الوزن.
دائما بنصح أعزائي المشاهدين بأنه الإنسان يتناول الكثير من الخضروات والفواكه ويقلل بقدر الإمكان من الدهون والزيوت وأيضا السكريات والنشويات، وخاصة السكر الأبيض والنشويات من الخبز الأبيض والمكرونة والشعرية والسكسكانية وأيضا الكسرة والعصيدة والكراسة. دي كلها وجباتنا السودانية التقليدية أو عاداتنا، إنه دائما الإنسان بيتناول منها كمية كبيرة. فبقدر الإمكان الإنسان دائما يكون معتدل أو متوازن في وجباته الغذائية، كلما أخذ كمية معتدلة من الوجبات الغذائية وأيضا متنوعة، كلما الجسم أخذ احتياجه والفائض بيكون في شكل حركة، بتناول الإنسان في شكل حركة بتحول إلى طاقة بيتحرك بها الإنسان. وأيضا دائما بننصح بممارسة الرياضة والمشي على الأقل يوميا 30 دقيقة، والحركة مهمة جدا للصغار والكبار. في بعض المعتقدات اللي هي انه بالنسبه للشربات الناس بتعتقد انه هو فقط اللي هي زياده السكر هي اللي بتعمل زياده في الوزن، حقيقه المكون الرئيسي للشربات اللي هو البلح. البلح ايضا بيحتوي على نسبه من الدهون ونسبه من السكريات ونسبه من النشويات اللي هي بتدي الانسان الطاقه. فهذه النشويات والسكريات واضافه عليها السكر هي بتعمل زياده في الوزن للانسان، للناس دائما اللي بيتناولوه بكميه كبيره وخاصه في عيد الاضحى. يعني في عيد الاضحى دائما نجد انه كوب الشربات يعني ما بيكون كوب واحد انما اثنين وثلاثه واكثر. فدائما بقول لك انه ناخذ بعد وجبه اللحمه لانه بيهضم، نعم هو بيهضم وهو ايضا صحي، ولكن كميه دائما معقوله من الوجبات الغذائيه وايضا من المشروبات وخاصه مشروب الشربات. وانا بخصص دائما مرضى السكر انه هو ما فيه مشكله لو انسان تناول لكن فقط كميه بسيطه او كوب صغير بدون اضافه سكر، لانه البلح ايضا هو عباره عن سكر وفيه النشويات والدهنيات وايضا فيه البروتين. فمنتمنى انه دائما كوب الشربات لمرضى السكري انه يتناولوا كميه بسيطه او كوب صغير منه بدون اضافه السكر. واعزائي المشاهدين اتمنى انه تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات الغذائيه التي قدمناها لكم، واشكركم لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.